عشر تسعة عشر عشرون. هذا كل ما أملك. ماذا تقصد بأن هذا كل ما تملك؟ ويل لكم أيها الأغنياء الآن، لأنكم قد نلتم نصيبكم. لا يريد أن يكون غنيا، لابد من أنه مجنون. ويل لكم أيها الضاحكون الآن، لأنكم ستحزنون وتبكون. ويل لكم إن مدحكم الناس، لأن آباءهم هكذا فعلوا بالأنبياء الكذبة. لكني أقول لكم أيها السامعون، أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، باركوا لاعينيكم، صلوا لأجل المسيئين إليكم، من ضربك على خدك الأيسر فاعرض له الآخر أيضا، ومن أخذ رداءك فلا تمنع عنه ثوبك، كل من سألك أعطه، ومن أخذ مالك فلا تطالبه به، افعلوا بالغير ما ترجونه أنتم منهم، إن أحببتم الذين يحبونكم فقط فأي فضل لكم، لأن الخطاة يفعلون هذا أيضا، وإن أحسنتم للذين يحسنون إليكم فقط فأي فضل لكم، حتى الخطاة يفعلون هذا. كيف يلمسها؟ كيف يتحدث إليها؟ يا للعار، لا، أحب أعداءكم، أحسن لهم، أقرضوا ولا ترجوا شيئا، فيكون لكم أجر عظيم، وتكون بني الله العلي، فإنه منعم على الشاكرين والأشرار، فكونوا رحماء كما أن أباكم أيضا رحيم. خلصنا يا يسوع. لا تحكموا فلا يحكم عليكم، لا تدينوا فلا تدانوا أنتم، اغفروا يغفر لكم. أرشدنا يا رب. أعطوا فتعطوا أنتم أيضا، لأنه بالكيل الذي تكيلون به يكال لكم. لا يمكن لأعمى أن يقود أعمى، وإن فعل يسقط الاثنان في حفرة. ولماذا ترى عيوب أخيك؟ أما عيوبك أنت فلا تفطن لها. علمنا يا معلم. نحتاج إليك يا رب.